السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة اللي غنستعمل فيها منتوج واحد هو اللي عندي هنا بهذه العلبة. هذه الوصفة كتصلح لجميع انواع الشعر المتضرر بالصبغات والمجاعد والمقتقصف والمتضرر باشعة الشمس وبماء السباحة، او اللي كانت وضعت بزاف الصبغات من شعرها، وضعت ليماش، وضعت بزاف الاشياء اللي خلات شعرها جاف وخشن. هذا المنتوج او هذه الوصفة غتساعدكم على التخلص من هذه المشاكل، وغيرجع الشعر ديالكم الطبيعه ديالو، غيساعد النعومه ديالو، وغادي يتغدى من جديد. اليوم غادي نتكلموا على الزبده، او غادي نعطيكم وصفه اللي غادي نستعملوا فيها الزبده فقط. بالنسبه للزبده فهي تعمل على حمايه الشعر من التقصف، ايضا من الجفاف، اللذان يؤديان الى زياده خشونته. كما تحتوي الزبده على كثير من العناصر والمواد المغذيه للشعر، والتي تكسب الشعر ملمسا ناعما، وتساهم ايضا في تكثيف الشعر واطالته. هناك انواع كثيره من الزبده. بالنسبه لهذه الوصفه غنستعملوا الزبده الخاصه بالاكل. بالنسبه للطريقه، ستاخذي كميه الزبده الكافيه لطول وكثافه شعرك، وستقومين بوضعها على شعرك مع التدليك باطراف الاصابع الى ان يدخل المزيج بين فروه الراس والشعر، وقومي بعده بلفه بلف شعرك بقطعه من البلاستيك او باي منشفه قطنيه، وتركيه ساعتين على الاقل. انا شخصيا اتركه اكثر من ساعتين على الشعر. بعدها قومي غسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو ايضا، ويمكنك وضع بلسم للشعر بعد الشامبو، وستحصلين عفوا على نتيجه رائعه وجد مرضيه. هذه الوصفه يمكنكم تستعملوها بشكل اسبوعي، هي غير مضره نهائيا للشعر، ستفيدكم جدا، وسيتمتع شعركم بنعومه وتغذيه رائعه. اتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه. شكرا على تتبعكم. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وجيم لهذا الفيديو، وبارتاج للفيديو. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. لا تنسوا زياره الموقع عينشافمريم.com، ايضا موقع شيوتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله.